الحاج محمد مصاب بالسكري. هي السكر احنا ماذا بك تجيبي لي على الطاري اللي كان الصالون نجود السكر. ياخذ حقنا للانسولين عده مرات في اليوم. عندي قريب 27 سنه في اللي حكم لي وتبعته لاتونسيون بالسكر تبعته لاتونسيون والحمد لله. ولأننا في الشهر الفضيل فلا بد للحاج محمد من استشارة طبيبه إن كان قادرا على الصوم أم لا. الحالة الصحية تاعو لا تسمح له بالصيام، وبالتالي عطيت فهمته الأسباب اللي خلاو يعني خلوه ما يقدرش يصوم وشنو هما الأخطار اللي يقدروا يجيو في حالة ما إذا يصوم. أنا كنت حاب نصوم مادام أنا نشوف روحي باللي قادر، بصح مادام نصحت الطبيبة ما نصومش. لماذا؟ لكون نحب نصوم انايا بغرضي كاش ما يصرى نولي في كومبليكاسيون ونزيد نهلك معايا الناس. المصابون بداء السكري ممن يمنع عليهم الصيام كثر بما ان وضعهم الصحي لا يسمح لهم بذلك. المريض الذي ابتلاه الله عز وجل بمرض سواء السكري او غير السكري عليه في رمضان اذا كان مطيقا فليصم كاخوانه المسلمين، اذا كان عاجزا او يتضاعف له المرض أو يؤثر عليه المرض أو يزيد له هذا المرض أو يؤثر بعد الصيام في متابعته مع طبيبه فهنا عليه أن يتقي الله عز وجل، خاصة إذا أفتله الطبيب بالفطر فعليه أن يفطر. وإن فرض على الحاج محمد أن يفطر في رمضان إلا أن روحانيات شهر الرحمة قائمة بالقيام والدعاء والصدقات.